حين المشاكل والقلائق يدفنون رأسهم في الرمال، إما ينفون أن هناك مشكل أو يتغافلون ويتغاضون ويتناسون ويغمضون عيونهم حتى يبقوا قريري العين ومرتاحين. فهنا ماذا يحدث للمشاكل؟ تتراكم، فيحس أن هنا ليس هناك مشاكل، لكن في الحقيقة هناك جمر تحت الرماد. ترى الرماد وتقول النار منطفئة لا مشاكل، لكن هناك نار في الأسفل، هناك مشاكل مخبوءة سوف تظهر في أي لحظة. هناك من الناس من يدخن ويهول من الموضوع فيصيبه اليأس من حل تلك المشاكل المتراكمة. وهناك المعتدل المتوسط يضع المشكلة في حجمها الحقيقي فيصل إلى الحل. لذلك حذاري من المثبطين ومن تعيسي الحظ ومن التعساء والبائسين وغير الإيجابيين، لأنهم منهم من سوف يجعلك تتغافل ومنهم من سوف يهول الموضوع. عليك أن تستخدم دماغك وتجعل الأمور في موازينها وفي أماكنها. فكرة واضحة؟ دكتور نخاف أن يخلقوا أقلال تدربون مشكلة على المدارس والمعاهد وأن يتظاهروا عليهم ويقولوا أخرجوا من مدارسنا ومعاهدنا لأنكم تهدمون ما تبنون. لا، إذن هذا تهويل وتدخين. فعلا حينما تعودون إلى مدارسكم لا تقولوا لهم أنتم لا تعرفون شيئا وأنتم لا. التغيير لا يأتي بشكل مباشر، التغيير مثل الشلال ينزل نقطة نقطة. لأنه ليس مدير. فحينما تذهبون عند الأساتذة والموظفين إن قلت لهم أنتم لا تفهمون شيئا فقد خلقتم مشكلة كبيرة جدا. بالعكس، أن ترأفوا بهم وأن تعطوهم الدواء جرعة فجرعة. إن شرب المريض دواء مدة أسبوع في يوم واحد سيموت. نفس الأمر، أنتم أعطيناكم جرعات في كل يوم جرعة قليلة جرعة قليلة. كذلك مع الأساتذة أعطوهم جرعات أقل جرعات أقل. لدينا لغز هنا مع الأستاذ حسين. يريد أن يثير المشاكل. عفوا، أنا أريد سأثير مشكلة وأريد حلها منهم. أنا كموظف سألضم المدير وسأأخذ المفتاح في حقي وأريد أن تحلوها أريد أن تحلوها بطريقتكم. المشكلة لا أريد أن توضح أولا بعد هناك. المدير العام أخذ المفاتيح من المدير التربوي. أنت مدير عام، هو مدير عام، أنت موظف، أخذت المفاتيح من المدير العام. نعم، بقوة. ما هو الحل؟ شكرا. ما هو الحل في نظركم يا مثير المشاكل؟ هذه حالة من الحالات. قبل أن نناقش هذه الحالة، كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ لأنك أنت كمدير ليس هناك انتماء، أنت كمدير شخصيتك ضعيفة لأنك لم تستطع أن تجعل الآخرين يحترمونك. إذن أولا هم تجاوزوك ثم لم يحترموك، هذا موضوع. الآن كيف نحل المشكلة؟
من حل. المبدع المبدع. نعم استاذ رفعت اصبعك. المشكله من المدير، لانه وصل الامر الى هذا الحد حتى اخذ منه المفتاح بقوه، هو نفسه يحتاج الى تكوين. والحل ماذا نفعل؟ بسم الله. الحل المدير في هذا المركز على طول نعزله. قلت من الآخر. أولا نخبر ذاك الذي أخذ المفتاح أنه ظلم المدير وننصحه، إذا لم يقبل نصيحة نسجنه. نعم. أولا هذا الذي لطم المدير نوقفه عن العمل، ثم ندله باعتدائه أنه اعتدى على المدير، ونطلب منه أن يصلح ما أفسد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموظف الذي لطم المدير نناديه أولا ونقول له لما فعلت هكذا، ما السبب؟ فإذا عرفنا السبب نعرف عرفنا الحل. هذا هو الجواب صحيح. لأنك مرحبا، لأنك إذا لم تعرف السبب لن تحل شيء. أولا قبل السبب دراسة المشكلة، ثم معرفة أسبابها التي أدت هذه المشكلة، ثم البحث إلى الحل الناجع الذي يؤدي أن يصلح بين المتخاصمين، إما عزل وإما طرد وإما وإما الصلح بينهما. إذن دراسة المشكلة، معرفة الأسباب، ثم الحل. لن نستطيع وضع الحل حتى نعرف السبب. سوف نأخذ المفاتيح. أنا أقول المدير في البدء يعتذر ويعترف بالخطأ ويقول أنا السبب وأنا الذي تركت الأمور سيئة حتى وصلت إلى هذا الحد. يتمسكن من باب أن يتمسكن حتى يتمكن، يستسلم منهم، ثم يبدأ في حل المشكلة الجذرية. شكرا. أستاذ عندكم الأستاذ بشير والأخ الذي بجانبه رهيبين جدا، بارك الله فيكم. أخذ لأجل سيطرة المدير أخذ المفتاح الموظف، فما الحل إذن؟ سببه أنه يريد أن يسيطر هذه خلاص ويطرد المدير. هذا موضوع أكبر. إذن نرفع تقريرا إلى المسؤول ونعقد اجتماعا ومجلس تأديبي ونقول هذا أخطأت وهذا أخطأت، ونرجع الأمر إلى نصابها. إذن هنا من سيحل المشكلة؟ ليس المدير، المسؤول عن المدير، لأن الموضوع أصبح كبيرا جدا. وهنا أصبح المدير، لاحظوا معي، هنا أصبح المدير طرفا في المشكلة. لاحظتم؟ سأعطيك المجال. هنا مشكلة أعمق، لأن أصبح المدير طرفا. نحن نريد أن يكون المدير طرفا في الحل، هنا المدير طرف في المشكل. إذا لم يحل المدير المشكل، المسؤول هو الذي سيحل المشكل. هذا موضوع أكبر. إذا كان المدير نفسه هو يعني صاحب هذا المكان، هو المدير وهو المالك، فكيف تحل مثل هذه المشكلة؟ لقاء هو مالك، لكن معه عنده مجلس تدبير، عنده معه أناس معه يدبرون معه.
ها؟ ما في. هو ف... يقوم بكل شيء. هذه صعبة. ممكن 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 أن كما قلنا أن يجب أن يكون هناك نظام سيستم، يجب أن يكون مكتوبا بأنني أنا المدير ومعي هيئة تسيير، وفي حالة المشاكل والأمور هناك مجلس تأديب يحضره فلان وفلان وفلان، ممثل عن الأساتذة وممثل عن الإداريين إلى غير ذلك، ونحسم الأمر. يعني يجب أن يكون هناك نظام. إن كان هناك نظام الأمر محلول، إذا لم يكن هناك نظام يحل عن طريق لقاء، إذا لم يكن هناك لقاء يحل وديا مع ذلك الشخص، وإذا لم يحل الأمر فأنا بيدي مقاليد الأمور، أنا صاحب المؤسسة، أنت لم تحترم ضوابط العمل، اسمح لنا. هذا كما نقول آخر الدواء الكي. لكن هنا لازلنا لم نعرف ما هو السبب، ولازلنا لم نعرف من المخطئ أولا، هل صاحب العمل أم الموظف؟ أي نعم الموظف أخطأ لأنه عالج خلطأ بخطأ، لكن ربما يكون صاحب المؤسسة هو الذي أخطأ. المهم الأمر شعبتموه أكثر مما هي إذا كانت القضية هكذا التي وضعت في هذا الحال، يعني قضية انقلابية. شوف شوف هذا هو هذا ليس الآن هو المدير، لأن أخذ المفاتيح بالعنف مع اليد مع الضرب، وبعدين ما قام ما 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 رد الآن في المفتاح في في في, في يدي يفصل على طول. ماذا كيف يحلل هذه القضية هو هذا المدير؟ سؤال. كما قلنا يجب أن نعرف السبب، ما لا نعرف من المخطئ، وحتى ولو كان صاحب العمل هو المخطئ على المعلم أن لا يتعامل إلا بأدب وأن لا يتجاوز حدوده إلى غير ذلك. المهم هنا يجب على شخص آخر كي يحل المشكل، لأن المدير هو طرف كما قلنا في المشكل. هنا يخضع إلى أمور إبداعية في حل المشاكل سوف نناقشها بعد قليل. أدخلتنا في دوامة يا حسين، مرحبا. مما يكثر في واقعنا والجماعة يعرفون بالدقة المبدع المؤسس قد يكون رجلا واحدا، مثلا أسس معهدا أو مؤسسة، هو المؤسس هو المقدم هو الذي جاء بفكرة ثم يضع ما تحتاج من الموظفين والأقسام والتوزيعات، ولكن الأمر كله بيده. حتى وإن تشاور عند المعالجة المؤسسة أو المعهد المدرسة تمشي على هويتي وعلى شهيتي، حتى والله إن استفسر وإن تشاور ينظر هل يوافقون رأيهم، فإن وافقوا فلله الحمد، فإن لم يوافقوا يجزم ما يريد ويقرر ويقول الكلمة الأخيرة له ويقول أبو يكون كذا راضين أو غير راضين، هذا هو واقع لا شك. فما الحل يا دكتور؟ هنا المشكل في المدير، وإن كان المشكل في المدير لا يوجد حل. أنت كموظف ارحل، ابحث عن مدير يفهمك، لأن كما يقولون كيف يصلح الملح إذا فسد الملح؟ الملح أصلا يصلح، يوضع في اللحم حتى لا يفسد، لكن ذلك الملح فسد، من الذي سيصلح الملح؟ فهمتم علي؟ لا يوجد من سيصلح الملح. لذلك نحن نخاطبكم أنتم، لأنكم إذا كنتم فاسدين من سيصلحكم؟ الموظف لن يستطيع إصلاح، سيصلحك بالقوة بالعنف، وبالتالي
كونوا أنتم الملح. إن كان المسؤول عنك غير صالح ارحل، لا وجود لحل بتاتا. إن استطعت أن تقنعه فذاك بالحوار، إذا لم تستطع أن تقنعه فابحث عن مكان آخر، لأنه سيضطرك أن تتعامل معه بالقوة كما ذكر الأستاذ حسين، والقوة لا تأتي بخير، سوف يتفاقم المشكل. اللهم النصيحة إن نصحته إلى غير ذلك. لكن أحمد الله سبحانه وتعالى لديكم قيادة حكيمة ومتميزة، فإن شاء الله بالنسبة لكم ليس هناك مشكل. مشكل عند الموظف، عند المعلم، إن التقى بمدير جاف لا يتعامل جيدا إلى غير ذلك، هذا هو المشكل. بالنسبة لكم أنتم لا وجود لهذا المشكل. مرحبا، لقد تركتم مكانا حساسا. بالنسبة لي أنا أرى مثلا المدراء في المدارس الإسلامية ممكن نقسمهم إلى قسمين، حتى في الحكومة يعني صحيح موجود بعض المدراء سواء كانت في الحكومة الكينية أو في مؤسساتنا بعض الأوقات يتجاوزون عن الحدود التي وضعت لهم، هذا موجود. هذا واحد. الثاني أنا حسب ما أرى المؤسسات الأهلية المدير مثلا أن يكون إما أن يكون هو المؤسس هو صاحب الفكرة، وربما يكون هذا المركز مركز يعني خصوصي يعني برايفت، يعني هو طلاب يدفعون الرسوم، يعني تأسيسه نسبيا للرب. إذا كان مثل هذا، حتى مثل هذا وإن كان الإخوة الذين يعملون في هذا المركز يرون أن هذا المدير هو الذي وحده، لكن لا شك أن هناك من يشاورهم وهم ومن يعني لهم رأي في المركز ولا يستطيع يأخذ القرارات وحده، هذه مدارس خصوصية. أما المدارس الأهلية التي للشعب كمدارسنا مثلا المراكز الإسلامية، هناك وإن كان هناك مدير لكن هناك مجالس، مجلس إداري، مجلس أمناء، هؤلاء لهم رأي في هذه المراكز. أنا كنت أعمل في إحدى المراكز قبل الجامعة، المدير الذي اخترناه ليشرف على هذه المدرسة أخذ قرار وفصل عن العمل أحد الموظفين، ثم لما طلبنا منه لماذا فصلت هذا الموظف عن العمل قال لا هو أخطأ. قلنا هل أعطيت إنذار؟ قال لا. هل لماذا ما أخبرت المجلس الإداري بأن هذا أخطأ؟ هل كتبت له خطاب؟ قال لا. قلنا له خلاص نتشاور في الموضوع، قال لا يتشاور في الموضوع، ليس لكم دخل، أنا مدير المركز. ايوه هذا مشكل المدير، نحن كنا السلطة العليا عليه، اخذنا قرار قلنا له يا شيخ ليس الامر كذا، لابد تكتب خطاب الى هذا الموظف بانه اخطأ، قال لا، فقمنا بفصله هو. ايوه هذا هو. ولذلك انا ارى مثلا الفكرة التي تقول بعد المراكز يعني المراكز الاهلية الاسلامية فيه مدير مثلا هو وحده له قرار، هذه الفكرة في الحقيقة غير موجودة الذي أعرف يعني حتى إلى هذا أيوة. قليلة وإن كانت موجودة يعني قليلة، يعني هذه نسبة قليلة جدا. الناس ربما يعتقدون ماذا؟ أن هذا المدير هو الذي وحده يتصرف وهو الذي يفعل ما يريد. لا أيضا كل واحد لا يريد يعني أن يخطئ وأن تكون مؤسسته مؤسسة فاشلة، إذا أنا أخالف بعض الإخوة في هذه الفكرة. شكرا. هو الأصل أن يكون هناك مدير أصل، ولكن لديه هيئة استشارية تساعده في التدبير، لأن الإنسان الواحد لن يستطيع أن يحل جميع المشاكل، هذا الأمر الأول. ثم تكون هناك لقاءات دورية نتشاور فيها ونأخذ فيها قرارات. ثم يجب أن يكون هناك نظام أو قانون داخلي يضبط علاقاتنا ومسطر فيه العقوبات، تكون مسطرة أن الشخص إن قام بكذا وكذا
نعقد لقاء ونأخذ في حقه كذا وكذا مثلا. إذن هذه الأمور تكون محلولة إذا كان هناك نظام وهيئة استشارية، وكل أمر يقدر بقدره حسب الواقع التي لدينا. الآن سوف نمر إلى طريقة حل المشكلات، كيف نحل المشكلة بناء على ما طرحه الأستاذ حسين. الآن هاكم الطريقة. أولا علينا أن ندرك بأن هناك مشكلة، لأننا حينما لا ندرك بأن هناك مشكلة فلن نحلها. مثل هذا المدير هو مخطئ ولا يقتنع بأنه هو المخطئ، يظن أن الآخرين هم المخطئون. إذن المشكلة فيه، وهو يظن أن المشكلة في الموظف. هل سيحل المشكلة؟ لن يحلها. إذن هنا يجب أن يكون وعي بالذات، إنسان يعي ذاته ويكون منصفا موضوعيا إلى غير ذلك، ولا يكون هناك انتصار للذات. الأمر الثاني أن نحدد المشكلة، نحددها بدقة. ما هي المشكلة؟ المشكلة هل هي أخذ المفاتيح بالقوة؟ ممكن تكون المشكلة هي شيء آخر. أعطيكم مثال، أب لاحظ بأن ابنه أصبح يدخن، تعرفون التدخين؟ أصبح ابنهم يدخن، ما المشكلة هنا؟ أين هي المشكلة؟ استعمال الدخان هي المشكلة، هذا الظاهر. مثلا أعطيكم مثال، حينما أذهب إلى الطبيب أقول له عندي دوار في رأسي، ما هي المشكلة؟ هل المشكلة هي الدوار؟ لا، أنا مريض في المعدة سببت لي دوار. إذا المشكلة ليس في الرأس، في المعدة. الدوار هي عوارض من العوارض التي ظهرت. إذا الشاب يدخن، المشكلة ليست هي التدخين، التدخين هو مظهر من المظاهر، المشكلة أعمق من التدخين. التربية. ثم هذا الشاب أصبحت الأشياء القبيحة يراها جميلة، ما أقبح التدخين، لكن عينه أصبحت عين أخرى، ترى القبيح جميلا والجميل قبيحا. فهمتموني؟ إذن دائما نحاول أن نعرف سبب المشكل بالضبط. نحدد أعراضه. مثال الأعراض في الشجرة هي ماذا؟ هي الأغصان، لكن الأسباب هي الجذور، والأسباب لا ترى للمهلة الأولى، لا ترى. وأنتم كمدراء حينما يأتيكم شخص يتظلم، فلان قد فعل كذا وكذا وقد آذاني، لا تصدقه ولا تكذبه، استمع فقط واستمع للشخص الثاني، سيحكي لك حكاية أخرى مختلفة. كلا الحكايتين ليست هي السبب، كلها أعراض، السبب شيء آخر يجب أن تبحث عنه. فهمتموني؟ تحديد أسبابها، ماذا قلنا؟ إذن نحدد المشكلة، ما هي المشكلة؟ نحدد أعراضها، ثم نحدد أسبابها. ما هي المشكلة؟ ما هي أعراضها؟ ثم بعد ذلك أسباب. بعد ذلك نبحث عن الحل. حل ماذا؟ حل الأعراض أم حل الأسباب؟ حل الأسباب. ثم بعد ذلك نبحث عن الحلول. لاحظوا معي هذا المصطلح، حلول، لم نقل حل، لم نقل حل. لذلك
من بين مهام المدير أو طريقة تفكير المدير على الأرجح أن تكون دائما عنده خيارات متعددة. أنت كمدير لا تخندق نفسك دائما، وسع الخيارات. حينما يأتي عندك شخص ويقول لك هذا الشخص لا حل معه إلا الطرد، أنت تمارس الآن ستمارس مهارة الهدوء. نعم تستمع، لكن عقلك يدور في البحث عن خيارات أخرى. المدير بدون خيارات لن يكون مديرا، سيكون عاملا منفذا جنديا، وهذا خطأ. تذكروا جيدا، خيارات متعددة تكون عندكم. إذن أبحث عن الحلول، إما لوحدي إما مع الآخرين، لا يهم. والاستشارة هنا مهمة. بعد ذلك يتم اختيار الحل الأمثل. لا أستطيع أن أعطيكم حلا أمثل لجميع المشاكل، لكن أنتم أدرى بشؤون بيئاتكم ومدارسكم، فما شاء الله كلكم عقول نيرة تتشاورون وتعرفون الحل الأمثل لهذه الحالة في هذه الظرفية مع هذا الشخص في هذا التاريخ في هذا المكان، لأن ممكن هذا الحل يناسب هذه المدرسة، لكن هذه المدرسة نفس المشكلة يناسبها حل آخر. وأخيرا من بين المشاكل أننا نحل المشكل لكن لا نعرف كيف نحله في التنفيذ، فنعالج خطأ بخطأ. لذلك علينا أن نختار طريقة تنزيل الحل، كيف نوصله، كيف ننفذه. إذن مدار كلامنا حول طريقة تفكير المدير، يجب أن تكون طريقة منظمة وفيها إبداع. ليس هناك قوالب جاهزة وحلول لجميع المشاكل، الذي جاهز وموجود هو المدير. يجب من مواصفته أن يكون دماغه منظما ولديه حلول إبداعية، ويفكر بشكل جيد ويحلل بشكل جيد. وبالتالي بهذه الطريقة، هل نحل مشكلة واحدة أم نعطي طريقة لحل جميع المشاكل؟ طريقة لا هناك طرق لا متناهية لحل المشاكل. أين هي؟ في هذا الدماغ، لا متناهية. من باب لا تعطني سمكة كل يوم بل علمني كيف أصطاد السمك. حينما يأتي شخص ويقول لك هذا الأمر حله كذا، شكرا، في الغد تقول له لدي مشكل آخر كيف أفعل، إذن هو سيعطيك كل يوم سمكة، لكن إن علمك كيف تصطاد السمك هل تحتاج إليه؟ لن تحتاج. الآن نحن نذهب أبعد من ذلك، قل له أن يعلمك كيف تصنع السنارة كي تبيع السنارة للذي سيصطاد السمك. الكيس من الحيل كما قلت، يعني في طريقة حلول المشكلة. في أول يوم تكلمنا عن أن المدير يجب أن يكون لديه كيس من الحيل، هذا ما يقوله الغربيون، وقلنا نحن لا نستعمل الحيل، نحن لا نكذب، نحن صادقون، فبالتالي لا وجود للحيل في الإدارة الإسلامية، لا يوجد كذب ولا خداع، هناك الصراحة والوضوح والقانون. خذوها قاعدة، دعوا دائما القانون الداخلي الخاص بالمؤسسة في صفكم. لاحظوا هنا مدير تم فصله، لماذا أخطأ؟ ما هو خطأه؟ لم يلتزم بالقوانين. القانون يقول عليك أن لا تتخذ القرار لوحدك، هنا نحن لمساعدتك، عليك أن تكتب تقريرا ترفعه لنا ثم نعقد لقاء ثم نتخذ قرار، هذا قانون.
إذن كي تفوزوا وتنجحوا وتفلحوا التزموا بالقوانين الداخلية وتصبحون مرتاحين. إذن هذا كل شيء متعلق بالمشاكل. لم نعطيكم حلا أو حلولا للمشاكل، لكن أعطيناكم طريقة مبتكرة للحل. قوامها أن أفكر، أن لا أتسرع، أن أكون هادئا، أن لا أهول وأضخم، أن لا أتهاون وأتغافل عن الموضوع، أجعل القانون في صفي وأستشير وأعقد لقاءات. من الذي فصلني المجلس؟ ليس المدير، حتى لا تكون لديك عداوة شخصية معه. المجلس هو الذي أخذ القرار، القانون هو الذي أخذ القرار، ليس أنا فقط أمثل القانون. فهمتم؟ حتى إن قدر الله عز وجل أن التقيت به في السوق أو في أي مكان، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ليس أنا، إن القانون هو الذي قام بفصل، ليس أنا. فهمتم؟ إذن هذا كل شيء. من يعيد لي هذه الطرق لحل المشاكل؟ عبد الله قد قمت. عمر، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة حل المشاكل، أولا الشعور بالمشكلة أو الإدراك بالمشكلة، ثانيا تحديد المشكلة، أحدد أين تأتي هذه المشكلة، ثالثا أحدد أعراضها، رابعا أبحث عن الحلول، ليس حل، عن الحلول. أي أول الأسباب، ثم أولا أحدد الأسباب، ثم الحلول، ثم بعد ذلك الحلول، ثم اختيار، ثم الاختيار الأمثل الأفضل. شكرا. عمر كان أيوة، مرة أمر ومرة تذكر. شكرا. عمر يستحق هدية. نعم. كان بودي أعطيك الكتاب لكنك كنت ترمق بين فينا والأخرى، سأعطيك قلم لكنه جميل من النوع الفاخر. نعم. من؟ حسين. لو كان عند المدير حل واحد وهو حل فصلي، ما المشكلة في حق المدير؟ قال لو كان عند المدير حل واحد، ماذا قلنا نحن؟ ليس هناك حل واحد، هناك حلول متعددة. ثم المدير ليس لوحده، مع هيئة. إذا قررت الهيئة فصل الشخص يفصل، لأن هذا هو الحل الذي أخذناه من مجموعة من الحلول، إذن يفصل. لكن إذا أردنا أن نفصل شخصا يجب أن نفكر ماليا. شخص موظف سيصبح بدون وظيفة، شخص يمكن معالجته أو علاج هذا المشكل، لماذا نفصله؟ هو مستعد للتغيير. نفكر في البديل، إذا فصلناه هل هناك معلم آخر يأتي عوضا عنه وأكثر كفاءة أم لا؟ أمر فيه نقاش. مرحبا. الآن سوف نقوم بلعبة بشكل جماعي. مستعدون؟ نعم. إذا كان هناك سأصب المدرسة لها ولا يمكن أن يفصل أحد، لا يمكن أن يفصل أحد مهما فعل، مهما أخطأ، مهما تمرد على المدير، على المجلس، على الإدارة. إذا حدث مثل هذا مثلا فصله صعب، لأن هذه المدرسة أهلية لا تستند على حكومة وعلى شخص واحد، إنما مدرسة أهلية أو لا يكون
جاءت مخطفت. وإذا قيل يفصل واحد يفصل المدير أو المجلس أمره يتفاقم وقد يدخل في الأسر أو في القبائل بسبب المثال. إذن مدرسة لا يمكن أن يفصل فيها أحد مهما فعل مثل هذا. يقول الأخ أنه هناك حالة من الحالات أنه لا نستطيع فصل شخص معين لاعتبار من الاعتبارات. أولا أعطيناكم طريقة، تلك الطريقة تستخدمونها وفق ظروفكم ثم تتشاورون فيما بينكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا رأيي الشخصي ليس صائبا 100%، لكن ما أؤمن به وما كنت أطبقه. في المدرسة عندنا، مدرسة خاصة يعني أهلية، كنت المدير لكن نحن نسميها خاصة. لا أستطيع أن أطرد أو أفصل موظفا وسط السنة. لماذا لا أستطيع؟ لن أجد البديل، لن أجد موظفا عوضا عنه ببساطة. ماذا أفعل؟ لن أفصله. فماذا كنت أفعل؟ كنت أداريه من المدارات، يقولون ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم. لم أكن أكذب ولا أغشه، ولكن كنت أتحاشى الاصطدام معه، أقلل ما أمكن من المشاكل معه، أعطيه اعتباره الذي يستحقه، وأشتغل معه بأخف الأضرار، بأخف الأضرار، وأحاول أن أقلص أضراره ومشاكله. حالما تنتهي السنة الدراسية، السلام عليكم. هذا الحل الذي وجدته بعد التشاور مع مجموعة من الأصدقاء، لم أجد حلا آخر. ربما أنتم تفكرون وتجدون طريقة من طرق معينة. هناك طريقة ثانية، بعد أن تتذكر طريقة ثانية كنت أوظفها، بعد أن سأجلس في مرة من المرات، أتذكر معلمة لا تدرس بشكل جيد، فأخبرتها مرارا عليها أن تحسن من أدائها، لكن لم تقتنع. كانت تقول أنا أروع أستاذة، أنا متميزة، أنا المدرسة التي كنت فيها كنت الرقم واحد. ماذا هنا؟ إذن هي ليس لديها وعي بالذات، لا تعرف بأنها لا تعرف، هذا جهل مركب. احترت احتيارا شديدا، حيرة شديدة، لا تريد أن تحضر إلى التكاوين، وإن حضرت لا تفهم شيئا، وتدعي بأن هذه الأشياء تافهة ونحن نمارسها ونعرفها، والذي لا تريد. فقررت قرارا خطيرا، قررت أن أحضر عندها في الحصة مرات متعددة في الأسبوع، وأدخل ولا أنبس ببنت شافة، لا أتكلم، أسجل فقط. مارست مهارة الهدوء لأنها كانت توترني، كنت أسجل. جمعت أخطاءها الكثيرة، ناديت عليها في يوم من الأيام وقلت لها تعالي أستاذة، لقد مارست في تاريخ كذا كذا، هنا الدقة، ومارست في كذا كذا وكذا، وكنت تقومين بكذا وكذا. نعم نعم نعم، لا لم أفعل هذا، لقد فعلته في تاريخ كذا. جميل. أسألك أستاذة، كم عدد حصص القراءة بالنسبة للمستوى الذي تدرسينه؟ فقالت عدد الحصص في الأسبوع، لا تعرف. وأصحح لها، عدد حصص الأسبوع عندك 7. الحصة الأولى ماذا تدرسين فيها في القراءة، في مادة القراءة؟ لا تعرف. والحصة الثانية، الحصة الثالثة، فقلت لها حضرت عندك تقومين بنفس النموذج بنفس الحصة في جميع حصص القراءة، في حين الحصة الأولى فيها تمهيد والثانية تقديم والثالثة أساليب إلى غير ذلك. فبقيت أعدد لها أخطاءها وأجعلها تعترف بأنها مخطئة، وضعت وجهها أمام المرآة فعرفت بأنها لا تعرف أي شيء. فقلت لها أقترح عليك
أن تعيدي تكوينك فتكوينك ضعيف. فبدأت تبكي، حست بأن فعلا لا مهرب لها ولا مفر، فقد عرفت أنها لا تعرف شيئا، فكانت فقط تكابر. فقالت لي أنا مستعدة للتكوين. قلت هنا فرصتك، مرحبا. إذا أقترح عليك أن تتحولي إلى تدريب عوض تدريس، سوف تنتقلين من في التوصيف الوظيفي، لاحظوا معي في التوصيف الوظيفي سوف نسميك متدربة وليس معلمة، ولكن ستبقين في قسمك تأخذين أجرتك كاملة. ما الذي سيتغير؟ المصطلح كلمة. فقالت مرحبا. في الغد جاءت إلي قالت لي أستاذ لن أستطيع أن أتابع معكم. لماذا؟ بالعكس نحن أنت معنا ونريد أن نكونك. فإن قبلت التكوين بالنسبة لي هو جيد، لأن لم تكن تدرك المشكل. حينما أدركت المشكل سهل علي أن أوجهها، فقبلت الآن التكوين. لكن تشاورت مع ذهنها، لم جاءها الكبرياء من معلمة إلى متدربة، رغم أنها لم يتغير شيء إلا الاسم، حست بشيء من الهزيمة، فقالت لي سأستقيل. لها لا يا أستاذة، نحن نريدك معنا، نريد أن نكونك. وكنت صادقا، أنا كان عندي مشكل فإنها يجب أن تخضع للتكوين. فحينما قبلت فرحت، لكنها قالت لا أريد، لأن نفسي لم تستطيع تحمل هذا الأمر للأنفة وللغرور. فذهبت لوحدها. فهمت ماذا أعني؟ دع الآخرين يملؤون كأسك، دع الآخرين يقتنعون ويعطونك هم حلول. أنت تمارس السياسة، السياسة التربوية الجميلة النظيفة، هنا وهنا وهنا وهنا. إذن هذان نموذجان قسوا عليه. أنتم الأعجزة. فأحدهم كان دائما حينما يلتقي مع للإشارة، سأقول هذا الكلام لكن احتفظوا به لا تقولوه لأحد، تعرفون ابن المقفع؟ المقفع الكتب التي لديه كليلة ودمنة. كليلة ودمنة هو كتاب على لسان الحيوانات، عبارة عن قصص، لكن الهدف ليس هو القصة، الهدف هو تعليم الحكمة. وكان لديه كان له بعد سياسي يخاطب به السلاطين إلى غير ذلك. ابن المقفع هذا خطير جدا، فلديه كتاب آخر جميل أنصحكم بقراءته، هو موجود في الانترنت بصيغة PDF، وسوف أتركه للأستاذ علي. اسم الكتاب هو لغته رصينة شيئا ما لكنها جميلة، الأدب الكبير والأدب الصغير. من منكم قرأ هذا الكتاب؟ لا أحد. لقد ضيعتم نصف حياتكم. كتاب جميل جدا، الأدب الكبير والأدب الصغير. هذا الكتاب باختصار يعلمك الحكمة، ويعلمك حسن التصرف مع الرئيس والمرؤوس. ستصبحون كمدراء حكماء. المدير يجب أن يكون حكيما فطنا، يعرف من أين تؤكل الكتف وكيف تؤكل ومتى تؤكل. الأسد قوي، لكن حينما يصطاد إلى أين يذهب؟ إلى الشاة الضعيفة. فهمتموني؟ عنفر بن شداد قالوا له أنت قوي وأنت شجاع، قال لهم لا،
أنا فقط أنتهز الفرصة. فقال لهم إذا أعطيت أصبعي لشخص وأعطاني أصبعه فعرضت أصبعه وعضه وأصبعي وسنقول من منا سوف يتعب، فدائما خصمي هو الذي يتعب من العض لأنه تألم. ففي اللحظة التي تعب فيها هو كنت أنا سأتعب لكنني صبرت قليلا. فهمتم؟ صبر. لذلك أنت كمدير فأنت ضعيف في قوتك، اسمعوني جيدا، أنت ضعيف في قوتك والموظف قويا في ضعفه. فهمتوني؟ الموظف قوي في ماذا؟ في ضعفه، يعني هو في الأصل ضعيف لكن ذلك الضعف يعطيه قوة لأنه ليس هو مسؤول، أنت المسؤول، إذن هو ضعيف لكن رغم ذلك فهو قوي. إن عاندت وتصارعت مع الموظف سيفوز الموظف. وأنت كمدير ضعيف أم قوي؟ ضعيف. ضعيف في ماذا؟ في قوتك، رغم قوتك فأنت ضعيف. فهمتموني؟ إذن نعود إلى ابن المقفع في كتابه الأدب الصغير والأدب الكبير. ماذا يعلمنا هذا الكتاب؟ يعلمنا الحكمة، حسن التصرف. والله لو قرأتم هذا الكتاب لكفاكم، كتاب رائع. ماذا فيه؟ فيه على أن أغلب الناس، سجلوا، أغلب الناس، أغلب الناس همج رعاع، أغلب الناس همج رعاع. ما معنى همج رعاع؟ يعني أغلب الناس لا يفكرون جيدا، لا يفكرون جيدا. لذلك يجب أن تكونوا من النخبة التي تفكر جيدا وحكيمة وتتصرف بشكل مضبوط ومنظم. بالتفكير المنظم ستصبحون أذكياء وأقوياء وتحلون جميع المشاكل. لكن لا تذهب عند المعلم وتقول له أنت من ضمن الهمج الرعاع سوف تفسد، لا تقول له هذا الكلام. بالعكس، حاول أن تقويه وحاول أن تطور من تفكيره وأن تنصحه بكتب معينة تربوية وفكرية إلى غير ذلك. إذن لم نقم باللعبة؟ مداخل، لن نلعب هذا اليوم. في المجتمع الصومالي يكثر يعني يقل القراءة، يعني لا نعم تقل القراءة، نعم. إذن ماذا تنصحنا؟ أنصحكم بالقراءة. أول كلمة نزلت على رسول عيسى اقرأ، مثل شخص يقول له كما يقول رسول عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ما في حلم إلا أن نقرأ. كيف نقرأ؟ نحبب القراءة إلى أنفسنا وإلى أهلنا وذوينا، والطريقة هي بالنموذج. أذهب إلى البيت أفتح كتاب، سوف يتعود ابني وأهلي على القراءة. إذن هي مسألة تعود، أتعود على القراءة. القراءة أساسية وضرورية جدا 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 جدا، وإلى ما شئت من ما شئ من بعد من شيء من بعد من جدا. القراءة اللامتناهية ستجعلكم متميزين. إذن نظموا أفكاركم، اقرأوا بشكل جيد وتعاملوا وتواصلوا بشكل جيد، ستكونون متميزين إن شاء الله. إذن نلعب إن شاء الله. اللعبة خبرناك في الشبكة ما فهمت عليك لغة ما في انتبه في الليل يخلي
خير الكلام ما قل ودل ولم يضف يمين. شكرا. خير الكلام ما قل ودل. تحياتي. الآن مع الأبطال. نكتة أو لغز أو حكمة. حكمة علاقة لدرسنا وخاصة بأمر المدير. ومن شأن المدير الله يقبل كل من يأتي إليه ويقول له شيء حتى هو يميز وحتى يتعرف هو. لأنه إذا سمع كل ما يقال له وكل ما يؤتى إليه به سيفشل. هناك حكمة عندنا عند الشيوخ أو آباء يقولون إذا جاءك من يدمي رأسه لا يصدق وقد يمكن أنه ترك من يقص من يجر قصه. شكرا. شيخ لغز أو نكتة أو حكمة؟ علاقة حكمة. نعم علاقتنا مع المعلم في درس فينا واجب على المعلم أن يؤدي واجبه كمدرس لأنه واجب عليه أن يراعي مع الدراسة أو الأطفال. السلام عليكم. شكرا. نريد نكتة أو طرفة من الطرف السواحلية أو الصومالية أو الكينية. تعرفون النكتة؟ طرفة. أريد أن أسمع طرفة كينية أو صومالية أو سواحلية. أريد أن أستفيد. هناك نكتة؟ أعرف في رأسي سأقول أنه لديه شيء. تعال يا أستاذ. الآن. تفضل نكتة أو طرفة. عندكم طرف كثيرة؟ نعم. نعم. إذا في جعبتك الكثير. نقولها في أي لغة؟ العربية. حتى أفهم. وإذا لم نستطع ترجمتها. لا انا لن تكون فائزه. لدى كل مجتمع حكم وطرف، فمن الامور التي لفتت انظاري أن المجتمع الصومالي حينما يجدون شخصاً أخطأ في حقوق الآخرين أزعج وقضى مضاجعهم، مع ذلك لا يشعر بما فعل، يتصور وكأنه بريء ولم يسئ إلى آخر، فيقولون له تمرتي جلد لسيدة بطر رفلي. فهمت كل شيء. معناها المجتمع الصومالي مجتمع رعوي، رعوي يرعون الأبقار والأغنام والجمال،
فأصلا المجتمعات حكمهم وكلماتهم مرتبطة ببيئتهم. فبحكم أنهم يقومون برعاية الحيوانات، الحمير في الغالب من الحيوانات التي لا يهتم بها المجتمع. لاحظت هذا الأمر، الحمير تسرح لوحدها، لا أحد يهتم بها أصلا. والأبقار كذلك هم يعتنون بها حينما يريدون أن يحملوا بها بضائع، بس خلاص لا أحد يرعاها، حتى في الليل ما يجيبون مكانها، يتركونها كما تسرح كما تشاء. ففي الغالب في الليل ترعى حول الحظيرة، ففي بعض الأحيان يحصل أنها تدخل في منطقة خطرة مثلا للجمال بالذات، الجمال تنفر فيحصل هرج ومرج، ويستغرب الناس ويظنون أن هناك أسد هاجم على المنطقة، يكون الناس في حيسبين ما بين طارد لأسد وهمي غير موجود، وما بين من انزعج عن نومه ولا يستطيع إلى أين يتوجه. وإذا هم يبحثون حول الحظيرة يجدون الحميرة ترعى حول الحظيرة وتصدر صوتها فتقول برف، يريدون أن يقولون تبرتي قلت السيدة بطر فلي، يعني التي كانت سبب وراء المشكلة، يعني لا تحس بما حصل للأمة. ممتاز ممتاز، أضحك الله وسيدك. إذا مرحبا، حصة المشاكل يوم المشاكل. عندنا في المجتمع الصومالي ما في تعامل يسمى عياش، عيار السيدات رجل استهلة، يعني واحد كان يسمى عيال كان رجل، كان الرجل اشتهر بأشياء مثل تثبيت الطرائف، نعم كالجحا، هو الرجل المعروف والشهير. يعني في إحدى المرات كان يمشي في الليل، وطبعا يعني الليل فيه ظلام وسواد، فرأى جذعا في الطريق، فظن أن هذا أسد، نعم جلس حتى الصبح انتظره حتى فلق الصبح، فرأى أن ما أخافه كان يخاف منه وجلس من أجله طوال الليل كان جذعا، فقال له إن ظننتك أسدا وأصبحت جذعا، يعني إن ولا أعوده، يعني كنت يعني يقول في اللغة الصومالية ثلاثة حكم ذكروني. نعم يعني نعم يعني نعم نعم يقول أن ظننتك أسدا وصرت جذعا ولن أعود إلى السير في الليل. شكرا. إذا نعود إلى موضوعنا بعد حل المشكلات، نمر إلى فن اتخاذ قرارات. ولدينا بإذن الله 15 دقيقة وننطلق إلى الإفطار إن شاء الله، بعد أن ملأنا العقول سنملأ البطون. اتخاذ القرارات هو مرتبط بالمشاكل، مرتبط بالمشاكل، يعني ستجدون منهجية متقاربة بإذن الله. تعريف القرار هو عملية اختيار بديل من بين مجموعة من البدائل لتحقيق الأهداف. في المشكلات نبحث عن ماذا؟ عن حلول متعددة. في القرارات نبحث عن بدائل متعددة. Thank you.
لقد شبعت ضحكا. لن أفطر لأنني شبعت ضحكا. القرار عملية. إذا لم تكن هناك بدائل فليس هناك قرار. إذا كان لدي بديل واحد سوف أنفذه. إذا ما يوجد القرار. القرار يحتاج إلى بدائل. بدائل. وأختار بديل واحد من تلك البدائل. فهذا يسمى قرار. لماذا أختار بديل؟ لتحقيق الهدف. الأهداف. إذا لم تكن لدي أهداف فالقرارات ستكون لا قيمة لها. يجب أن ينطبق القرار مع الهدف الذي أريد أن أصل إليه. هناك مجموعة من القواعد في اتخاذ القرارات. لا تكتبوا شيئا، ركزوا معي. القرار في البداية هو طريقة في التفكير، طريقة منظمة. لكي أتخذ قرار يجب أن أكون هادئا، لا تقرر في القلق والفرح. نصيحة، إذا كنت قلقا أو كنت فرحا فلا تتخذ قرارا. لماذا؟ لأن العقل يغيب في حالتي الفرح والقلق. البساطة، لا تعقد الأمور، اجعلها بسيطة. لا تكن عاطفيا في اتخاذ القرارات. لذلك من هو نمطه وفق النظام هيرمان سي فلا يأخذ القرارات المصيرية لوحده، لأنه سي عاطفي. الثقة في النفس، كن واثقا من نفسك. اتخذت القرار لا تتردد، لأنك ما اتخذت القرار إلا بعد دراسة مستفيضة. لأنك إذا لم تكن واثقا من نفسك سوف يتجاوزك الأساتذة ويسمعونك ويأخذون المفاتيح منك. يجب أن تكون مرنا. ممكن القرار غير ناجح نغيره، لا ضير. التركيز على الأهداف، لا أقرر أنا قرارا لا يخدمني، أقرر قرار يخدمني أو يخدم المؤسسة التي أنا أشتغل فيها. ثم يجب أن تكون قراراتي لها بعد استراتيجي على المدى البعيد، ليس أن أربح الآن وبعد ذلك سأخسر. يجب أن يكون ربحي دائم في هذا القرار. اكتب في اتخاذ القرارات يجب أن تكون ذكيا. لذلك أحدهم كان دائما يمر حينما يجد شخصا سبهلل وذكاؤه منخفض فيقول له سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. تعرفون عمرو بن العاص؟ كان داهية العرب. عمر بن الخطاب هو الذي قال هذه. إذن عمر بن الخطاب كان دائما يقول لشخص هكذا تافه، يقول له سبحان الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص. لأن عمرو بن العاص كان معروفا بأنه داهية العرب. الآن سنمر إلى خطوات اتخاذ القرارات. هناك مجموعة من الخطوات لكي نتخذ قراراتنا. والقرار صناعة، القرار يصنع. أول شيء تحديد هدف. أريد أن أتخذ قرار لكن ما الهدف؟ لدي مشكل في المدرسة، أستاذ لا يشتغل بشكل جيد. ما هو الهدف؟ أن ينجح الفصل الدراسي، هذا الهدف. وإن كان لدي هدف آخر أذكره حتى يكون واضحا، لأنني إن كان لدي الهدف هو أن
أتخلص من هذا الموظف سيكون قرار مختلف. إن كان الهدف هو نجاح الفصل قرار مختلف، إن كان الهدف هو تقوية قدرات الموظف سيكون قرار مختلف. فهمتمون؟ نحدد الهدف بدقة. نجمع المعلومات لأن المعلومة قوة، المعلومات تعطيني قوة، وبجمع المعلومات أستطيع اتخاذ قرار. لا يمكن أن أتخذ قرار من المعلومات. مثل الراحة، تعرفون الراحة؟ الراحة تحتاج إلى شيء تطحنه، كذلك القرار، القرار يحتاج إلى معلومات يتفاعل معها. إذا أولا تحديد الهدف، ثانيا ثالثا الاستشارة، ما خاب من استشار، استشيروا كثيرا. الاستشارة. رابعا تحديد البدائل، هناك مجموعة من البدائل، البديل الأول والثاني والثالث. مثل المشاكل، في المشاكل نحدد ماذا؟ الحلول، مجموعة من الحلول، فنختار نختار الحل الأول أو الثاني أو الثالث. في القرارات نسميها بدائل، البديل الأول أو البديل الثاني أو البديل الثالث حسب ما نريد. إذن تحديد البدائل، نحدد مجموعة من البدائل. خامسا اختيار البديل الأفضل، مثل المشاكل اختيار الحل الأفضل، الآن اختيار البديل الأفضل. منهجية حل المشاكل قريبة جدا من منهجية حل منهجية اتخاذ القرارات. نعم، وحل المشكلة يكون باتخاذ القرار الأسلم. إن اتخذنا قرارا سليما فستحل المشكلة. بقيت نقطة أخيرة هي التنفيذ، أن ننفذ القرار. لكن هنا مشكل، ما هو؟ كيفية تنفيذ وتنزيل القرار. هذه يجب على المدير أن يعرف كيف ينفذ ذلك القرار. متطوع أو متطوعة، الآن تحياتي، تفضل أستاذ. الآن أثناء التنفيذ علينا أن نقوم بالتالي، نقوم بهذه العملية. ما هي؟ أن نكتب جدولا الرقم الترتيبي، القرار، تاريخ تنفيذ المنفذ. في بعض الأحيان نريد أن ننفذ قرارا لكن لا نعرف متى ننفذه، من سينفذه، وتبقى الأمور الحمل يطلق على الغارب. هذا خطأ كبير جدا، يجب أن نحدد. وكما قلت لكم سابقا في الإدارة كل شيء يكتب، كل شيء يكتب. إذن من أراد أن يأخذ الجدول ممكن أن يسجله. الآن لدي هدية قيمة لكن أريد متطوع شجاع. عبد الله قد مررت، متطوع شجاع. نعم، مستعد؟ قف، اعطيني منهجية حل المشاكل ومنهجية اتخاذ القرارات. حل المشاكل، لا هذه قرارات، أريد أنا منهجية حل المشاكل. شكرا. هل من متطوع؟ سأساعده. أخذت هدية البارحة. نعم، لا شكرا. عمر أخذت الآن هدية. ما أخذت الهدية؟ معذرة، معذرة يا إخوان.
تفضل. طريقة تحليل حل المشاكل، أولا إدراك المشكلة، تحديد المشكلة أعراضها، تحديد أسبابها، ثم تحديد الحلول، الحلول ثم اختيار الحل الأفضل ثم تنفيذ الحل. هذه مشاكل. الآن قررت تحديد الهدف، جمع المعلومات، استشار، تحديد البدائل ثم اختياره ثم التنفيذ. تحياتي وتستحق هدية فاخرة الآن في هذه اللحظة، إنها سيارة من نوع رينو. تحياتي مصحف، الله يحفظك. نعم، رقم ترتيبي، رقم ترتيبي. عشرة وعشرة، لا قل، عشرة عشرة وعشرة. نعم، من يسأل عن الإفطار هل هو موجود أم لا؟ إفطار موجود؟ نعم، إذن سوف نتوقف لحظة من أجل وجبة الإفطار ثم نعود رشيدين إن شاء الله. شكرا، انتشروا، فاصل ونواصل.